إذا نتكلم عن العادات والتقاليد، وهل هي حلال أو حرام، هل هي راب، يعني البعض كان يربطها بالهالوين، وإنها عادة وثنية، وإنها مع كامل احترامي وتقديري، أنا بنفسي شفت في المكسيك، بنفسي شفت في المكسيك الناس يعملوا حاجة مثل الشوا عندنا بنفس الطريقة، يعني يدفنون الشوا عندهم، وفي أغلب الوقت يعملوه بلحم الخنزير. هذه عادة عندهم وعادة عندنا، احنا موجودة في كل عيد نعملها. فهل يعني انه هذه العادة بسبب انهم استخدموها هناك بطريقة يعني خارج إطار الشرع نمنعها عندنا هنا في عمان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ختان البنات عندنا في بعض المناطق ما حد يتكلم عنه، في بعض المناطق تمارس ختان البنات، ليش ما يعني تكلمتوا عنه ودخلتوه في دائرة الحلال والحرام؟ مع أنه أنا ضد فكرة أن ندخل كل شيء. يا جماعة، في فرق بين العادات والعبادات. العبادات يدخل فيها الحلال والحرام، بس هذه عادة وما تدخل، يعني إذا حد مارس يعني ممارسات خاطئة، يا أخي في قانون، بلد قانون، ما ينبغي أن نسل السيوف على كل شيء ما وجدناه عندنا، أو ما وجدنا أنه آبائنا وأجدادنا يمارسوه، أو أن احنا نحاول يعني نسقط على كل واحد يمارس عادة احنا ما نمارسها، أنه والله هذا خارج عن الدين، هذا خارج عن الوطن، ونربطها بالوطنية والأصل والفصل ولا ما تحتاج. هذه فرحة أطفال. إذا شفت واحد خالف القوانين، إذا شفت واحد خالف القوانين الشريعة الإسلامية في جهات معينة، جهات ضبط وجهات قضائية، تمارس دورها. أما أنك تمارس دورك أنت على المجتمع وتمارس وصايتك عليه، يا عم استريح. العالم مش يعني العالم مش مثل ما تتخيله قبل 50 سنة. الحين الناس تعلمت، الناس يعني حتى الكلام كلامك إذا ما عجبني أروح عند شخص ثاني.